الله وكيلك يا معلمتي، ما صدقت عيوني. أبو مصطفى الورد أكبر تاجر بالشاغور يطلب من عنا. إيه شو عليه؟ مثله مثل غيره؟ لا، هذا مو مثله مثل غيره، هذا معلم كبير كتير وجيته لعنا إلى معنى كتير كبير. بعدين ما ترك صنف ما أخذ منه، من برغل لحمص لعدس وغيره وغيراته. الله يتمم بخير. تفضلي معلمتي، حساب اليوم والسكر راح يخلص من عنا بالدكان، وأنا محتار كيف بدنا نحافظ على الزباين. لا تحتار، عندي سكرات كتير بالبستان لسه. أخذت حساب من الشاغور؟ لا لا، ما صح لي اليوم، بكرة إن شاء الله بكرة. شو تعمل صحنك لك بنتي؟ شو ساوي يا مريم؟ شيوخ واخدنا، حكمة وجبنا لها، جو وغيرنا لها، ما بقي إلا النوبة، بس والله ما طالع من قلبي. قولي على قلب أمك يا زين. يا مروان أفندي، فهموا لمعلمك إنه هاي البضاعة أخذتوها مع السكرات ألم أي، فإذا بده يرجعون لازم يرجع السكرات، ولا شو استفدنا إذا كل زبون أخذ السكرات ورجع البضاعة؟ والله بعرف، بس نحن ما عم نرجع كل البضاعة، نحن بس عم نرجع الصابونات لأنه نشفانين. سيد مروان، لا تشوه لنا بسمعة المحل مشان تتلعب علينا. أخي لا عم تلعب عليكم ولا شيء، رجع لي هدول البضاعة، والمرة الثانية باخذوا بضاعة بقيمتهم. شو في ماهر؟ ليش طلبتني؟ معلمتي، هذا السيد مروان المحاسب تبع التاجر ابو صبحي، قال بده يرجع بضاعه بدون ما رجع السكرات، وانت فهمتيني انه هالشغله ما بتجوز نهائيا. خلاص خلاص، ما بدي السيد مروان يزعل. والله خجلان منكم كثير، بس معلمي على طول بخجلني، رجع بضاعه بدل بضاعه، والله عامل لي فيها 100 مشكله. مو مشكله، خلاص اذا متضايق من الشغل عنده اتركه، نحن بدنا محاسب يستلم لي الشغل ويلم لي الدفعات من التجار. سلم اليدين، معوضين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. رز ولا سكر ولا زيت مروان أفندي؟ لا سكر ولا رز، بس بدي أشوف الست حسيبة. خير إن شاء الله. شغلة بيني وبينها. ما بعرف، هي مو هون هلا والله. بعرف هي مو هون، بس بدي إياك تدني على بيتها. فوت بهذا السؤال لآخره، مين من سألت هنيك بيقول لك وين بيتها. يسلم. أهلين. مين؟ مروان. مرحبا خانم. أهلا وسهلا بمروان أفندي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا مروان أفندي.
عن إذنك. تفضل. شو بدك؟ أنت عرفاني حالك شو عم بتساوي؟ لا والله علميني. قلت لحالي يعني الشاب غريب أول مرة بفوت على البيت. ما عاد غريب، هذا بده يستلمني الدكان، فهمتي بقى؟ روحي جيبي الحلو. أيمن ولا فنتي ما تواخذني. مثل ما أنك شايف أنا مرة لحالي وما في مين يعاوني والحسابات كترت علي. من جهة أجرتك لكن لك فكرة. أنا رح أعطيك قد اللي كنت تاخده بمرتي. مثل ما بتأمري. ما يأمر عليك زالي. يا ماهر أعطوه 10 كيلو سكر وثلاث شوارات صابون 5 تنكات زيت. شيل قلق نعطيه. ليش ما نعطيه؟ شرف معك شرف. ارتاحي يا ارتاحي. ام عمار شو هذا مرض نفساوي؟ يعني ما له دواء هيك بطيب لحاله؟ والله ما فهمت على الحكيم انا شو قال، بس خليها تطلع لهون شوي على القليله بتشم الهواء بركي بتسلع ان شاء الله. شيل عمي شيل الله يسركم. شو عم تعمل؟ شو عم يعمل؟ عم بيع. ما قلت لك خلي الزبائن يستنوا، انت لا تحاسبهم. انت طولت ببيت الادب والزباين بدهم يمشوا، ولا شو رايك تسكر الدكان طوال انت مالك هو؟ لا تعلي صوتك، قلت لك لا تبيع ولا تستلم من الناس مصاري. ليش بقى؟ هلا ما عاد يتامن فيني؟ شو انا حرامي؟ لا اخي، لانه القبض دفع من مسؤوليتي انا، مو مسؤوليتك انت. هات لشوف شو قبضت. هات شري. انه الشاطر لما بيوصل لفوق بيعسكر وبيقوم. ايه مزبوط. انا عم عسكر وراح ضل قاعده فوق. شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم قلت لك، اخذت بضاعه ب 760 ليره، دفعت 520 وجاي ادفع لك 240 الباقي علي. بس ماهر مسجل هون انك اخذ بضاعه ب 60 ليره. بقي انا عليك 10 ليرات. شو اخي؟ انا جاي ادفع الدين اللي علي، رح تاخذ مني هالمصاري ولا بمشي؟ استنى شوي. شرف. اهلين ابو محمود، شرفت والله، اهلين وسهلين. طيب شو القصة ماهر؟ انا قصة؟ الزلمة جاي بده يدفع 240 ليرة وأنت مو مسجل عليه غير 10 ليرات. شو قصدك؟ شو قصدي؟ أنت فهمني شو معناتها الحكي، ليش مسجل عندي هون هذا الحكي بالدفاتر؟ شوف مروان، لا تغلط بالحكي قدام الزباين. ايوة انا مالي حرامي، بعدين هاي شغله صايره من زمان قبل ما تشتغل انت عنا هون بالمحل. انت ما لك علاقه ولا تعمل حالك علي معلم. انا ما لي علاقه، انا بفرجيك انه لي علاقه. روح على ما بخيلك اركبه، خوفتني ليكني عم ارجف قصف. لك الله يصلحك يا ابو محمود، شو فهمه هذا بالحساب؟ ابصر بجوز يكون هو مساويه مشان يوقعني مع حسيبه خانم. عطيته شي مصاري؟ بري عليك، ناولني. روح مشي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو بو ماهر؟ شو جن؟ أنا ما بيهمني إذا جن ولا لا. أنا اللي بيهمني إنه هو عم يسرق من الدكان. شو يسرق وما يسرق؟ شو نحن وين قاعدين؟ روحي جيبي لي إياه من الدكان لشوف ليش هيك عم يساوي. أوام؟ هلا أجليها شوي، أم عمر. عدم المؤاخذة، أنت سمعتي من مروان أفندي وبس، اسمعي من الثاني. أنا مسجل كل شيء عندي بالدفاتر. روحي افتحي الباب، روحي. وحياة عينك لخليه يجي لحد عندك ويعتذر. تفضل مروان أفندي، تفضل ارتاح. تفضل.
يلا يلا ام عمار، بدك تسمحي لي؟ ها انت اللي بدك تسمحني. انا هلا بدي اعرف ليش هيك عم تساوي. ام عمار، مروان تجاوز حدوده، لسه عمال هيك وساوي هيك، وشيل هاي من هون حطها هون، لو فوق منا عم بتهمني بالسرقه. اي والله ما عاد عرفنا مين عم بيير الدكان. ليش لهلا ما عرفت؟ لا والله، اللي بعرفه انه انا المسؤول عن كل شيء، الا اذا صار شيء ثاني وانا ما بعرفه. ايه يا سيدي، عرف المسؤول عن الدكان من هون ورايح هو مروان افندي. شو؟ مثل ما سمعت. إيه إذا كان هيك أنا بطلت خاطرك. هلأ منشرب القهوة وبعدين بتروح لعنده تستلم الدكان منه، بس دير بالك هاي الدكان أمانة برقبتك وما تسكرت من 5 جدود. تفضل أحكي لك قصتك.